السلام عليكم. دلوقتي هنروح لشات جي بي تي وخلينا نقول له نديله كود ونقول له مثلا هل في ثغره ولا لا. تمام، ده مثال على ان انت تقدر تستخدم شات جي بي تي في ان انت مثلا كتبت كود وعايز تتاكد من الخطا. ساعات الخطا تكتب الكود مثلا في ساعه، لكن اجابه الخطا ممكن ياخد منك مثلا 5 6 ساعات وتصلحه. دي نقطه قوه في الشات جي بي تي. الحاجه الثانيه ان ممكن حد يستخدمه بشكل سيء، يعني ممكن حد يستخدم التصميم ده ان هو يكتشف ثغرات ويبدا يعمل هاكر، وده حصل كتير لغايه دلوقتي. فهو اداه ذات حدين، ممكن تستخدمه في الخير وممكن تستخدمه في الشر زي السكينه كده. فاحنا نتمنى ان احنا نبدا نستخدمه في تطوير البرامج وتطوير نفسها وتطوير الشغل وهكذا.